تختلف المصطلحات حسب الوقت اللي انت فيه. يعني لما تكلم في الجاهليه قد تكون في مصطلحات تختلف عن اخر خلينا نقول الدوله الاندلسيه، الدوله العباسيه قد تكون في مصطلحات ما استعملت في الدوله الامويه وقت العداله. طبعا الاشياء متقاربه، يعني اخر الدوله الامويه واول الدوله العباسيه متقاربين، لما تقول اخر او منتصف الدوله الاندلسيه وبدايه الجاهليه والامويه العباسيه اكيد في اشياء ما استعملناها، كذلك احنا اشياء استعملناها ما استعملناها. لكن هو لما ينقل شيء عن التراكيب ينقل على اشياء نسمعها من كتب اخرى. اذا لما تكتب كتاب في الفقه او فرضا في التجويد او الحديث الاخير لابد تجيب اشياء من البخاري قالها، وما يعني انك انت تراها وما يعني انك انت بالفعل قلتها. او نقل اشياء عن كتب قديمه عن الخير من ضمن التراكيب هذه. المصطلحات قد تختلف حسب اختلاف الاوقات. هذه صحيحه. طبعا ابو عبيد وابن كلبي والاصمعي وغيرهم نقلوا اشياء من ذلك.